نجحت لكسس على مر السنين أنه تثبت نفسها كعلامة تجارية مستقلة، وهاي هي بمعرض دبي الدولي للسيارات 2017 بترجع للسيارة اللي أطلقت هاي العلامة التجارية وهي اللكسس LS، مع هاي السيارة اللي خلفي واللي هي لكسس LS 500H 2018. وبال2018 عم تجينا اللكسس LS، مبنية هاي المرة على قاعدة سيارة أداء عالي وهي قاعدة اللكسس LC، لتقدم للجميع قمة الرفاهية اللي ميزت هاي العلامة التجارية مع أداء رياضي لمحبي القيادة. زودت اللكسس LS 500H بمحرك جديد كلياً وهو V6 بسعة 3.5 لتر ومحركين كهربائيين مع جير من 10 سرعات لتنقل قوة تبلغ 354 حصان للعجلات الخلفية. واللي عم بدفع هاي السيارة للتسارع ل 100 كيلومتر بالساعة ب 5.2 ثانية. طبعاً وانت جالس في مكان تم إعطائه قمة الاهتمام للدقة في التفاصيل اللي خلى داخل اللكسس LS مكان مميز بتصميمه ونوعية المواد المستخدمة فيه عن أي سيارة تانية بهاي الفئة. هذا كله مع تجهيزات التكنولوجيا فوق ما رح تتوقعه من سيارة بهاي الفئة من السيارات.